كل شوية في فعالية جديدة وكل يوم في حاجة جديدة بتحصل. والمهرجان اهتم في الحقيقة كمان بالمسرح جدا، اللي بيعتبر أبو الفنون يعني، عشان كده هنلاقي أكتر من عمل مسرحي في النسخة الثانية من مهرجان العالمين. ممكن شفنا الفترة اللي فاتت مسرحية الشهرة واللي لقت استحسان كبير قوي من الجمهور، وكمان في دكان الأحلام واللي بتدور أحداثها في إطار كوميدي حول فكرة فانتازية كده خيالية بتحكي عن محل البيع الأحلام. والجميل بقى في الموضوع ده إن كل أبطال عمل المسرحية هم من الوجوه الشابة، يعني المتحدة في الحقيقة مهتمة جدا بالموضوع ده بالتحديد، تقديم الوجوه الجديدة. المسرحية هتعرض اعتبارا من يوم 23 من الشهر الجاري، وهيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف أحد أبطال العرض الفنان محمد هاني. يا مساء الفل عليك يا محمد. يا مساء الفل على حضرتك وعلى كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي أو بتشاهدنا. يعني عايزة أقولك عجباني قوي فكرة المسرحية، أنك يعني تروح كده لمحل وتلاقي الأحلام بتتعرض قدامك، أو أنت ما بتبقاش عارف إيه الأحلام، صح؟ بالظبط، هي الفكرة كلها كانت نتاج يعني قعدتنا مع بعض كمجموعة من الشباب. احنا نفسنا عندنا أحلام وعندنا طموح، وفي أحلام ممكن نكون مش عارفين نحققها، وفي أحلام ممكن تكون يعني أكبر من الإمكانياتنا. فقلنا طيب ما هو ممكن حد فينا ليه ما يبقاش في مكان زي دكان أحلام نروح نشتري فيه الأحلام اللي احنا حسينا ان هي صعبه، او ان هي مثلا مستحيله، او حاسين ان هي مش هنقدر نحققها في الوقت الحالي. فليه ما يبقاش في دكان احلام؟ فجت الفكره من النقطه ديت يعني. طيب محمد، انت دورك من غير ما تحرقه لي طبعا بيدور حوالين ايه، وايه التحديات يمكن اللي كنت بتواجهها في البدايه اول ما قريت السيناريو وعرفت ان هو ده الدور اللي انت هتعمله؟ هو بصي، هو حضرتك كل واحد فينا بيعمل اكتر من شخصيه، مش شخصيه واحده، ولكن في كل حد لينا ليه زي بطل قصه او بطل حلم. هو الحلم بيبقى في، طبعا مش عايز احرق، بس هو الموضوع كله ان في مثلا ابن عايز يرجع بالزمن عشان يطلب حاجة من أهله أو حد من أهله. الحاجة دي كانت هتفرق معاه جدا فيما بعد، يعني كان هيترتب عليها تحقيقه لحاجات كتير. طبعا الصعوبات اللي بتواجهنا ان احنا الموضوع عايزينه يبقى فانتازي عشان نبروز شوية أفكار، أو نقول ان احنا عايزين نقول هنا ان لا، في حاجة اسمها برضو قدر، في حاجة اسمها ان احنا نرضى بالواقع، عشان دي ما ينفعش ندخل في المنطقة ديت. فكان الموضوع لو ماذا لو حصل ان انا غيرت حاجة قديمة، او حلمت حلم قدام عايز اشوف انا ممكن اوصل لايه. فكان بس التحديات في النقطة دي. طيب انت هل في اعمال جديدة بتعملها في الوقت الحالي بجنب مسرحية دكان احلام؟ انا لسه كنت يعني مخلص تصوير مسلسل الفراب، ده كان بطولة استاذ خالد النبوي واستاذة نبلاء بدر، ومن اخراج استاذ احمد خالد. وكنت بعمل فيه دور محامي مساعد لأستاذة نجلاء اللي هي برضو بتعمل دور محامية. هي اللي انت الادوار اللي انت تحب بعد كده انك تعملها ايه يا محمد؟ يعني هل انت بتميل اكتر للكوميدي؟ هل انت بتعتبر نفسك بتعمل كل حاجه؟ بتروح لايه اكتر؟ هو طبعا يعني انا بميل للكوميدي خاصه على المسرح، يعني على خشبه المسرح. بحب جدا مواجهه الجمهور، وان انا مثلا اسمع رد فعل الجمهور على فيما قلته، او على موقف كوميدي عملته على المسرح، بيكون الموضوع احسن. وطبعا احب اعمل ده في التلفزيون، ولكن في التلفزيون او في الدراما بحب اجرب حاجات مختلفة كتير جدا. والأغلب الشغل اللي بيجي لي بيكون حاجات مش كوميدي يعني. طيب يعني فكرة انك تعرض مسرحية قدام جمهور مختلف، بنتكلم في مختلف الأعمار، مختلف الفئات، مختلف الجنسيات كمان، بتقدمه فيه على أرض العالمين، مهرجان العالمين الجديدة، إحساسك إيه؟ هل أنت مستعد ليه؟ هل خايف شوية؟ ابتديته بروفات؟ احكي لي استعداداتك ليه عاملة إزاي؟
احنا طبعا عارفين ان جمهور العالمين جمهور مختلف تماما في كل الالوان وكل الفئات العمريه، فطبعا ده مخلينا ان احنا دايما نبقى عندنا تنوع في نوعيه حتى المواضيع اللي احنا مختارينها في الاحلام او نوعيه الافيهات او الدراما نفسها. وعلى مستوى العرض كله لازم نبقى عاملين برضه جزء فيه شو لو في مثلا اعمار سن صغير اطفال بيحبوا يتفرجوا على الاستعراضات، بيحبوا يتفرجوا على الاغاني، في اعمار ثانيه لا بنحب نشوف الدراما، في ناس ثانيه بتحب الكوميدي والضحك، فاحنا عاملين تنوع في العرض. وطبعا المخرج العرض أنس النيلي عامل دوت وكان مراعي دوت وكان مفهمنا ككاست عمل إن إحنا بنشتغل مع جمهور غير اللي إحنا قدمنا العرض. يعني إحنا دايماً بنشتغل مثلاً في إسكندرية في القاهرة مع ناس معينة في جهات ثقافية، يعني جمهور العالمين مختلف، يعني ليه حاجة طبعاً مختلفة. طبعاً إحنا بنتمنى لكم أكيد كل التوفيق يا محمد، وأكيد هتكسروا الدنيا، وإحنا مهتمين جداً بكل العروض اللي بتقدم على أرض مهرجان العالمين الجديدة، وهننقلها أكيد أول بأول من خلال برنامجنا. محمد هاني أحد أبطال عرض مسرحية دكان أحلام، شكرا جزيلا ليك.